إذن شكراً للزميل عيسى على هذا التقرير. الآن ضمن فقرتنا اليومية وجهات نظر، نتعمق اليوم في الإجابة عن هذا السؤال مشاهدين الكرام: تعلم لغة أجنبية، ما أهمية الطرق الإبداعية الممكنة في التعلم؟ ويمكن تصنيف الناس عموماً إلى تقليديين وخلاقين، هل يا ترى أنت أي واحد منهم؟ إذا كنت من التقليديين قد تكتفي غالبا بالطرق المألوفة في كل شيء بما فيها تعلم لغة أجنبية، لكن بالمقابل هناك دائما طرق لفعل الأشياء بمختلف، وهذا ما يقوم به الخلاقون عادة. وينطبق هذا بقوة على تعلم اللغات الأجنبية، فمن الناس من يقبع في أصفاد الجهد التقليدي ويكتفي مثلا بالتواجد في المدارس والخضوع للمقررات التي قد تستلزم التفرغ ويطبعها الملل وعدم الفعالية، لكن في الضفة الأخرى هنا أناس تلتمع في أذهانهم كيفيات إبداعية في تعلم اللغات ويجتهدون في تطويرها بشكل فردي، بحيث يستغلون أشياء لا تخطر على بال مثل اللعب والترفيه والفنون والتكنولوجيا وشبكات التواصل وغير ذلك الكثير. إذن معنا في النقاش الدكتور محمد الشيخ، مدير مركز اللغات بالجامعة القاسمية. نقول لك صباح الخير دكتور. صباح الخير أهلا وسهلا. طيب دكتور، خلينا نقول، هل هناك عمر محدد لتعلم اللغات الأجنبية، وهل يتأخر العمر على فعل التعلم؟ لا، هو الطفل طبعا في المرحلة المبكرة بيكون اكتساب اللغة أفضل، لكن التأخر في لسن متأخرة سيكون يعني التبكير أفضل، لأن الطفل في مرحلة كما يسموها مرحلة العلماء، مرحلة الأكوزيشن أوف لانجوج، مرحلة اكتساب اللغة، هو الطفل يشاهد ويركز وسبحان الله يعني ملكة كبيرة في تعلم اللغة، فالتبكير بتعلم اللغة هذا أفضل من التأخير فيها يعني. طب هل له عمر معين دكتور تعلم اللغات؟ يعني هل أنا أقدر الآن أتعلم مثل الطفل ولا يفرق في الأعمار؟ لا، الطفل يتعلم أسرع، لأن الطفل خالي الذهن، هو ليس لديه مشاكل، ليس شيء، هو يركز فيه لأنه يريد أن يلبي حاجاته، يريد أن يعني يشبه كل ما يطفه، فاللغة هي وسيلته إلى ذلك، فهو ليس له وسيلة للغة لكي يشبه حاجاته، ولذلك تراه يبكي، تراه يصرخ، تراه يعني يستخدم عديد من اللغات، حتى الصراخ، حتى الضحك، كل حركاته هي لغة. جميل جدا. طيب خلينا نقول، هل من قائمة الطرق الإبداعية يمكن تعدادها؟ تمام، هو يعني طبعا الإبداع لا ينتهي، والآن طبعا كما تفضلت سيادتكم يعني النواحي الإلكترونية والمسرح والموبايل والتلفونات لدينا عليها تطبيقات لتعليم اللغة، فأصبح الآن المجال أوسع من ذي قبل، لأن الطرق التقليدية لم يكن هناك طرقا مثل الموبايل والسمارت موبايل ومعامل اللغات والمختبرات، كل هذه لم تكن موجودة في الماضي، الآن هذه متاحة وفي كل وقت وفي أي مكان، يعني أنت ممكن تتعلم في السيارة، في البيت، هنا، في أي مكان، هذه الميديا يعني أتاحت التعلم في أي مكان وفي أي وقت. جميل. لا تلتزم من السابعة صباحا أو الثامنة صباحا حتى الثانية، لا، أنت في أي مكان وفي أي زمان تتعلم اللغة. هذا على التكيف. نعم. طيب نعم. هل في طرق ثانية إبداعية لتعلم اللغات؟ طبعا هناك مسرحة المناهج، استخدام المسرح في تعلم اللغة وبالذات مهارة التحدث، أيضا هناك ما يسمى بطريقة الغمر. طريقة الغمر هذا يعني كما تغمرك الماء تغمرك اللغة، تتفاعل مع أصحاب اللغة. هناك أيضا الناس لم يتعلموا، ليسوا متعلمين ولكن يتعلمون اللغة الأجنبية بسرعة. أعطي لك مثالا، مثلا في مصر على سبيل المثال هناك ما يسمونه بالصعيدة في منطقة الأهرامات، يختلطون بالسياح ويتحدثون 7 لغات وثمان لغات، وهو لم يذهب للمدرسة، هذا بالتعامل المباشر مع متحدث اللغة، لأنه يسمع اللغة من صاحبها، يسمعها سماعا صحيحا، تنطق أمامه نطقا صحيحا، يقلدها كما يسمعها، فيتعلمها بسرعة. طيب خلينا نقول، في بعض الأشخاص يقول أنهم تعلموا اللغة عن طريق السينما، برأيك إلى أي مدى يساعد يعني الأفلام التلفزيونية والسينمائية تساعد في تعلم اللغة؟ نعم، الأفلام لها تأثير كبير، لأن الفيلم فيه متعة، فيه تسلية، أنت تجلس وأنت مستمتع، فيه حركة، فيه صوت، فيه صورة، فيه ممثلين، ترى الحدث كأنه أمامك. يعني مثلا إذا حببنا نعرف لغة العصر الجاهلي وعرضنا فيلما زي فيلم عنتر بن شداد، ترى أمامك البيئة العربية، وترى أمامك السيوف، وترى أمامك المعركة، كأنه يستحضر الماضي إليك، كأنه ينقل الماضي إليك، فهذه إمكانيات لا تتيحها وسائل أخرى إلا السينما. دكتور كم لغة تتكلم؟ أنا أتكلم لغتين، العربية والإنجليزية. ما شاء الله تبارك. How are you? Fine. طيب دكتور، خلينا نقول الأوقات الميتة كيف يمكن استغلالها بصورة إبداعية؟ الأوقات الميتة أيضا يعني ممكن نستخدمها في قراءة الصحف،
في اللغة المستهدف إليها. يعني إذا كنت أريد تعلم اللغة الإنجليزية في الوقت الفراغ، أقرأ في قصصا باللغة الإنجليزية، أقرأ الصحف باللغة الإنجليزية، أشاهد أفلام ومسلسلات باللغة الإنجليزية، يعني أقضي وقتي في تعلم هذه اللغة. فأوقات الفراغ ممكن نستغلها في قراءة القصص، في قراءة في مشاهدة الأفلام المسلسلات، التواصل مع أصحاب اللغة أنفسهم، كلي أصدقاء على السوشيال ميديا الآن وتواصل معهم وحادثهم يحادثني، هذا يعني ينمي اللغة بسرعة كبيرة. جميل جدا. طيب دكتور، حنروح فاصل نشوف وجهة نظر بعض الناس ونرجع لك إن شاء الله. إذا ماذا عن وجهة نظر عموم الناس حول كيفياتهم الإبداعية في تعلم لغات أجنبية؟ نشاهد العينة هذه التالية ونعود للنقاش والأخذ بتعليق الدكتور محمد الشيخ. طريقة جديدة نتعلم فيها لغة جديدة، نطلع من بيئة اللغة اللي موجودة حاليا وندخل في بيئة اللغة جديدة. حابب تعلم إنجليزي؟ فيك تروح بريطانيا. هي أفضل طريقة هي التواصل والبحث والاطلاع، هذه أفضل طريقة ممكن تكسب فيها معلومة جديدة. الطريقة التقليدية أنه الإنسان يروح يعيش في البيئة اللي فيها اللغة اللي هو عايز يتعلمها. غير ذلك لو دخلنا التكنولوجيا في تعليم اللغة، فهو التفاعل حتى وانت بعيد عن البيئة، هتقعد في بيئة معزولة وانت في مكانك مع البيئة التانية اللي فيها اللغة الجديدة. هو التواصل مع الآخرين، إذا تواصلت تكتسب هذه اللغة من الآخرين. لازم تكون مثلا اللغة الإنجليزية الآن، إذا ما تواصلت عند أشخاص يتكلمون هذه اللغة ما ممكن أن تكتسب هذه اللغة. أنت لو حفظت القواعد بس لازم تمارس، الممارسة هي اللي تأتي لكسب هذه اللغة. هلا إحنا أنه أوريدي عندنا طريقة مبتكرة، تمام، أنه أحيانا اللعب التخيلي سواء للأطفال أو الكبار، ممكن نتعلم اللغة جديدة ونحفظ كلمات جديدة من خلال أن نستخدم الأشياء اللي حوالينا، أوكي، بشكل عملي مش بس نظري، أوكي. يعني مثلاً بدي أجي مع واحد أحكي مع واحد أجنبي إنجليزي وبدي أحكي له إنه هاي بنت وهذا ولد، وأكرر عليه إنه مثلاً بدي أحكي عن عيلة، ممكن أحط له هذا ماما وهذا بابا. So he will understand then that this is a daddy and this is a mommy. أوكي، تعال اسأله بعد 5 أو 10 دقائق رح تلاقيه أنه بنت، فهو حيقول دادي بنت، وهون ولد أنه مامي إذا بنت دادي إذا ولد. فإجمالاً فكرة أنه إحنا نتعلم لغة جديدة ما نتعلم نظري أنيمور، نقدر نستخدم كل الأشياء اللي حوالينا. كيف تعلم لغة جديدة؟ الموضوع مو صعب، خصوصاً للأعمار الصغيرة، الاختلاط بالناس اللي بتحكي هاي اللغة، أفلام، أغاني. بالنسبة لي أنا كان عندي مشكلة باللغة الإنجليزية وتعلمت بهذه الطريقة من أصدقائي من الأغاني، وزاد علي أني دخلت الجامعة وكان دراسة كلها باللغة الإنجليزية. دكتور، رأيك على الاستطلاع؟ هو بعض الآراء يعني جيدة. هو التواصل مع أصحاب اللغة هذا شيء مهم جدا، وكما قلت حضرتك كما قبل تركت الغمر، إن اللغة أصلها مهارة ليست معلومات. يعني عندما أقول لك أن الفعل مرفوع هذه معلومة، لكن لابد أن تكتب ولابد أن تقرأ ولابد أن تسمع ولابد أن تكتب. يعني اللغة مهارة وليست معلومات. قد يكون عندك معلومات كثيرة لكن لا تستطيع تتحدث اللغة، تحفظ قواعد كثيرة، تحفظ أشعار، لكن لما تتحدث أو تكتب لا تستطيع. فهنا فعلا اللغة مهارة وأداء والممارسة. صح. طب دكتور، خلينا نقول ما الذي يمكن فعله لجعل التعلم أكثر التزاما وأكثر سهولة؟ الطرق طبعا لا شك، الطرق الحديثة، استخدام التكنولوجيا كما تفضل حضرتك، فيها الصوت، فيها الصورة، فيها الحركة، فيها أشياء. أيضا الذهاب إلى الشيء الأصلي. يعني مثلا عندنا التجربة في الجامعة القاسمية، عندما مثلا ندرس الطلاب مثلا الطعام، نأخذه إلى هناك يوجد الجمعية لها فرع، نأخذه للجمعية ويرى الأطعمة أمامه ويكتب هذا بطيخ، هذه أطعمة، هذه فواكه، هذه مشروبات، ويفرق بين المشروبات ويكتب أسمائها. فيعني وجود الشيء الحقيقي ووجوده في الميدان هو يعني أفضل الطرق لتدريس اللغة، لأنه يرى الشيء حقيقة. لأن هناك كما عرضت الزميلة، إذا عرضت صورة وعرضت بابتس أو شيء من هذا القبيل قد يحدث خلط بين كلمة ولد وكلمة والد، قد يحدث خلط. لكن عندما يرى الوالد كما هو أو يرى الأم كما هي في 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 الميدان في الحقيقة، عندما سندرس شيئا عن الصحة مثلا، درس عن الصحة لكي يعرف أسماء بعض الأدوية، أسماء بعض الأشخاص، الدكتور، الممرض أو كذا، عندما نذهب إلى المستشفى ويتعامل مع الطبيب ويتعامل ويأخذ الدواء، هذا أفضل شيء في تعلم اللغات، الطريقة الحية كما سميناها life method، الطريقة الحية في تعليم اللغات الأجنبية. طريقة ثانية
أحب لك أجنبية وتتعلم لغتها، مقصوب أنك تتعلم لغتها يعني بتأشر لها I love you مثلا، فمجبر أنك أنت تتعلم. طبعا هي لغة الإشارة ما هي مصاحبة، إحنا بسمها البارا لانجويج يعني اللغة المصاحبة اللي بتساعد على الفهم، ما تشير إلى جسمك، هذا هذه ركبة، هذا يد، هذه عين، يعني تشير إلى الشيء الأصلي أفضل من أن تذهب إلى شيء غير الأصلي. يعني إذا 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 توافر الشيء الأصلي أفضل من توافر الشيء البديل. يعني أنا كنت أحب لي واحدة إسبانية فتعلمت توكيو روموتشو تمام يو تيامو، يعني I love you بالإسباني. نعم نعم نعم. طيب دكتور خلينا نقول كيف يمكن جعل عملية التعلم تجربة أكثر جاذبية وسهلة؟ أكثر جاذبية وسهلة كما قلت لحضرتك التعلم المباشر. التعلم المباشر مثل أنت تعلمت. وإحنا هناك تجربة في جامعة الإمارات أجريناها في عام يمكن في 1995، كنا نتصل ببعض الجامعات ويكون يسمى الأقران بير، يعني أنا هنا في مصر أو في الإمارات ولي زميل في بريطانيا ونتصل به أثناء التعلم ونتحدث سواء عن طريق السكايب أو عن طريق أي من السوشيال ميديا، فيكون صاحب اللغة الأصلي تسمع اللغة صحيحة، تسمع تنطق صحيح يعني، وتكون الجملة كاملة ليست كلمات والسياقات المختلفة. هذه أفضل في رأيي أفضل طريقة لتعلم اللغات. دكتور غراسياس شكرا لك دكتور محمد الشيخ مدير مركز اللغات بالجامعة القاسمية، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا. شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام بعد